السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني ينهي زيارته لمدينة واديبو بعد الإشراف على عدد من التدشينات شملت مجالات مختلفة. نقابتان للتعليم والصحة تعلنان الدخول في إضراب عن العمل بدءا من الخميس 27 أبريل الجاري. الأديب والشاعر الموريتاني ناجي محمد الإمام ينتقد غياب دور للنشر بموريتانيا ويقول إن الشعر يعطى ولا يباع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أنهى الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز زيارته للعاصمة الاقتصادية واديبو حيث أشرف على عدد من التدشينات شملت مجالات مختلفة من بينها المجالات الصحية والاجتماعية حيث دشن مركزا لاستشفاء للتخصصات الطبية. وأشاد وزير الصحة البروفيسور كان مبكر بالإنجازات التي قال إنها تحققت في موريتانيا منذ وصول الرئيس الحالي للسلطة. لقد تبوى قطاع الصحة في أحدكم الميمون مكانا هاما تبين بجلاء تقدم الحاصل بحيث وصلت طاقة الاستيعابية لمستشفيات أكثر من 3200 سريرا بعد أن ظل طيلة عقود من الزمان محصورة على 1400 سريرا. تغطية الصحية أكثر من 79 في شعاع 5 كيلومترات. تغطية ضد الأمراض المعدية التي يمكن تفاديها عن طريق التلقيح تجاوز 86%. تأمين الصحي وصلت تغطي 20% من سكاننا. تقلص مؤشر وفيات الأطفال بثلاثة ليصبح في حدود 54 لألف طفل. العمل على تحسين مؤشرات وفيات الأمهات في القرب العاجل والذي ظل مقلقا طيل فترة الماضية. من ناحية أخرى، أشاد المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين محمد سالم للبشير بالمركز المدشن في واديبو، وأبرز للبشير الإنجازات التي قال إنها تحققت في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والكهربائية. يتسع هذا المركز المشيد على مساحة 8.1 هكتار ل 250 سرير إضافة للملحقات الضرورية، وتتوزع هذه الطاقة الاستيعابية المعتبرة على 10 أجنحة تضم التخصصات التالية: جناح الحالات المستعجلة، جناح الاستشارات الطبية، جناح العمليات الجراحية، جناح بنك الدم، جناح تصفية الكلى، جناح التوليد وأمراض النساء، جناح أمراض الأطفال، جناح الحجز، جناح المخبر، جناح الأشعة والتصوير الطبقي. السيد الرئيس إضافة إلى قيمته الصحية ساهم بناء هذا المركز في إنعاش الحركة الاقتصادية وفي توفير فرص عمل على مستوى ولاية داخلة واديبو. رحبت العمدة المساعد لمدينة واديبو باختيار المدينة لاحتضان منطقة حرة، وقالت بنت الدوكي إن اختيار المدينة منطقة حرة شكل حلما راود سكان المدينة منذ أمد طويل. إن اختيار مدينة واديبو لتحتضن أول منطقة حرة في البلاد بعد أن كان ذلك حلما يراود السكان المحليين منذ زمن بعيد، وما تبع ذلك من إقامة للطرق والمنشآت الحضرية وتوسيعا لشبكة المياه والكهرباء، لتعد إنجازات تستحق منا جميعا وقفة تقدير وعرفان بالجميل.
أعلنت النقابتان الوطنية للمعلمين والوطنية للصحة العمومية عن الدخول في إضراب عن العمل بدءا من الخميس القادم 27 أبريل الجاري. وقالت النقابتان أن دوافع الإضراب تعود إلى بروتوكول الاتفاق الموقع عام 2012 مع وزارة التهذيب الوطني والذي لم يتم تطبيق مضامينه وفق النقابتان. نحن اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحفي لتسليط الضوء على أبرز الدوافع التي تدفع النقابتين، النقابة الوطنية للمعلمين والنقابة الوطنية للصحة العمومية، إلى الإضراب والتوقف عن العمل يوم الخميس المقبل الموافق 27 إبريل 2017. نحن في النقابة الوطنية للمعلمين هذه الدوافع لها مرجعية، ومرجعيتها هي بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه 2011 مع وزارة التهذيب الوطني أو الوزارة المكلفة، وزارة الدولة للتهذيب الوطني. وهذا البروتوكول تضمن العديد من الالتزامات التي ما زلنا في ظل، ونحن اليوم في 2017 بعد 6 سنوات نرفع نفس المطالب. انتقد الأديب والشاعر الموريتاني رئيس مجلس أمناء جمعية الضاد للإبداع ونشر اللغة والدفاع عنها ناجي محمد الإمام غياب مطابع ودور للنشر في موريتانيا. وقال ناجي الإمام خلال ندوة في نواكشوط إن لديه 6 دواوين شعر و3 روايات لا يزال عاجزا عن طباعتها، مضيفا أنه لا يبيع رواياته وأشعاره لأنه يرى أن الشعر يعطى ولا يباع. موضوعيا لا توجد مطابع وطنية ولا دور نشر. عمليا الشعر لا يطعم خبزا إلى حدود 2 أو 3 سنوات كنا نمول طباعة الدواوي في المرقون عندي الآن وعلى الحاسوب 6 دواوي بالتمام والكمال و3 روايات، ولكنني عاجز عن طباعتها لسبب أيضا موضوعي، أنني أنا لا أبيع الكتب. هذا ديوان طبع ولم يدخل السوق، يعني لا أبيعه، أوزعه على الأصدقاء وأقدمه هدايا لكن لا أبيعه. قد لا يكون هذا جيدا، لكن هذه أمارس طفولتي عليه. أعتبر أن الشعر يجب أن يعطى لا أن يباع. نشرت مجلة الآداب الصادرة عن دار الآداب اللبنانية ملفا شاملا حول مجالات ثقافية واجتماعية مختلفة في موريتانيا. وشارك في إعداد الملف عدد من الكتاب والمدونين والإعلاميين الموريتانيين، وشمل الأدب والسينما والصحافة وبعض المجالات المتنوعة والمختلفة. نتابع. نشرت مجلة الآداب التي تصدر عن دار الآداب وتهدف إلى نشر الإبداع العربي والإسهام في تنشئة وعي نقدي متحرك وإلى دعم قضايا التحرر والحرية والوحدة في الوطن العربي. نشرت ملفا شاملا عن موريتانيا شمل مختلف المجالات بأقلام موريتانيا. الكاتب أحمد الجدو تناول في مقاله المعنون بهل تخرج السينما في موريتانيا من غربتها الثانية، تناول تاريخ السينما في موريتانيا مؤكدا أن المرحوم همام أسهم عبر أول دار عرض وطنية في العاصمة نواكشوط دار المنى، وعبر دور غيرها في تطبيع علاقة الإنسان الموريتاني بالصورة السينمائية، فقد كان يستورد الأفلام العربية والأجنبية ويقدمها إلى المتفرج الموريتاني، فكانت النتيجة أن وصلت دور العرض الموريتانية في 70s إلى 14. كما عرج إلى ما آلت إليه السينما الآن مستشرفا الآفاق والمآلات،
الكاتب محمد والمحفوظ ذكر في مقابلة أجرتها معه المجلة حول الأدب في موريتانيا اليوم أن لقب بلاد المليون شاعر الذي أطلقته مجلة العربي الكويتية في العام 67 900 ألف ولد موقفين متناقضين، أولهما يستمرئ هذه المبالغة ويستعذبها فيضخم حجم الأدب الموريتاني لينسب إليه من الكثرة والتميز ما ليس له في واقع الأمر، لكن هذا اللقب في المقابل أفرز حالة عكسية من الاستهزاء والسخرية عند البعض. الشاعر الدولة دب نشر على صفحات المجلة قصيدته هذا أنا، وهي من الشعر الحر. هذا أنا سأظل رغم المرجفين، أنا أبني الحروف صناعة، أتأبط الأوراق أسلحة البناء الشامل الخضراء، أعتقد المحبة شرعة، أحيا وأفنى في الجمال، أقدس الإبداع، أعبد وحده الخلاق، هذا أنا. باتمة البراء نشرت هي الأخرى قصيدتها المأفون، لا شيء غير الريح تعزف لحنها الصادي، فاليوم لا خمر ولا أمر، من أين يأتي ذلك المأفون، يوقظ صبوتي ويقيم في شفتي أعراس الأصيل. وفي ملف الشعر دائما نجد قصيدة الشاعر للشاعر الشيخ نوح، وقصيدة رياح مشاع من أجل هطول الغرباء للشاعر ملاي علي والملاي حسن. جيش للقبائل، الجيش والحكم في موريتانيا، عنوان مقال للكاتب عبد الودود وللشيخ. يؤكد الكاتب هنا أن الأوتوقراطية العمودية للإدارة الاستعمارية أورثت موريتانيا المستقلة دولة جنينية مستوردة ضعيفة الاهتمام بالقطيعة مع ممارسات أسلافها الاستبدادية. الرواية الموريتانية إمكانات السرد الضائعة، عنوان مقال آخر نشرته مجلة الآداب للكاتب الحاج الإبراهيم، قدم فيه خلاصتين اثنتين. الأولى تتعلق بمستحيلات السرد الموريتانية، ومن بينها العثور على هذه الروايات كلها أو حتى ثلثها على رف مكتبة تجارية، بل داخل المكتبة الوطنية نفسها، والعثور على كل الإصدارات الروائية لكاتب واحد في مكتبة واحدة. أما الخلاصة الثانية فتتعلق بالسرديات الغائبة في الرواية الموريتانية، وأبرزها سرديات المدينة والفضاء الحضري الموريتاني، وسرديات الهويات المقموعة أو التابع الموريتاني، وسرديات الهجرة والاغتراب الموريتاني. كل تلك العناوين جزء من ملف متكامل عن الحياة في موريتانيا، ممهور بأسماء موريتانية على صفحات مجلة الآداب. والآن إلى نافذتنا اليومية عين على الداخل. ادعو عدد من التجار بسوق مقاطعة أبي تلميذ السلطات الموريتانية إلى تشييد سوق لهم طبقا لمعايير عصرية، وندد بعض تجار السوق في تصريحات لقناة المرابطون بما سموه عدم اطلاع البلدية بالدور المنوط بها في مجال التنظيف، فيما يشكو بعض المواطنين من غلاء أسعار المواد الغذائية. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. مطالب كثيرة يطالب بها التجار في سوق مقاطعة أبي تلميذ، أبرزها ضرورة إجراء تخطيط عمراني للمدينة بمعايير عصرية يستجيب للحاجة المتزايدة وتوسع العمران الذي أصبح تشهده، وإنهاء الأزقة والاكتظاظ والقطيعة مع انتشار القمامة. يبقينا عفنا الدارين بدي نظفنا نظافة زين، والله تخططنا تخطط مدن زين عمراني زين، فيهم بديت هون تيم صودي قن هون تيم فيهم هون تيم وباتي هون فيهم داخلين هون بيتين ما فيهم بديت باي وعادي رسمية اسمه ويستاخ قادي الحق اللي يلحق بوتي ليميت. وينتقد التجار ما يسمونه غياب إرادة جادة من طرف السلطات الإدارية في المقاطعة وعدم اهتمامها بمشاكلهم المتزايدة، وفي مقدمتها بناء سوق بمواصفات عصرية يراعي معايير السلامة، حيث عبروا عن امتعاضهم من عدم قيام البلدية بمسؤوليتها في تنظيف المدينة. ندور السوق جديد حتى يبتنان، هذا السوق درس ورايح، ولأن جابرين قلت مثلا
ما عندنا بليدات نزورهم نافعين ومضايقين الايجار وهذا كامل نعانوا منه. ارتفاع أسعار الإيجار في السوق القديم بالمقاطعة وكذا ارتفاع الضرائب يرى الباعة هنا أنها إجراءات مشحفة في حقهم لم تراعي خصوصية السوق وحالة الركود التي يعيشها منذ فترة. ويعبر مواطنون عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية مطالبين الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بتدخل من أجل التخفيف من معاناتهم. نحن اليوم الفوقية و515 ريال ما يمصير الواحد منها. شو اللحم واعر الحوت او عار من ذاك، حتى حوت عزيز اللي متجور هون الفقراء والشعب والفاصل عاد اليوم ينباع، والوحده تنباع 200 وقيه، ما تنباع ب 100 ولا تنباع ب 50. يقضى حد كيلو رانقيلو يمشي بيه ويطرحوه عن طابلته، اليوم يمشي يبيع الوحده 150 وقيه وبيعها 200 وقيه، وما مدول البيع فهمتوا، هو متجور للشعب متجور للفقراء فهمت، مش تمشي الناس وتطلع ترانقيلو ينعد الصبح ينشير قاش فاصل فيه يدور قد ينباع له ب50 الواحدة والله ب60 وقية، يمشي تنباع له الواحدة 200 وقية 500 وقية ما ما, ما لا, لا تعرف يا ياسر. اللحم كيلو اليوم ب15 100 وب14 100 فهم، ومارو كذلك ودلوير كذلك والسكر كذلك، مطالبين من عبد العزيز قاعد يخفض لنا شنو الاسعار في كلميتي عدلها يعدلها. مطالب ومشاكل كثيره، يقول سكان مقاطعه ابي تلميت انها باتت تشكل تحديا كبيرا يواجههم، ويدعون الحكومه الموريتانيه الى ايجاد حلول عاجله لها. احمد البابيه من مقاطعه ابي تلميت، قناه المرابطون. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني ينهي زيارته لمدينة واديبو بعد الإشراف على عدد من التدشينات شملت مجالات مختلفة. نقابتان للتعليم والصحة تعلنان الدخول في إضراب عن العمل بدءا من الخميس 27 أبريل الجاري. الأديب والشاعر الموريتاني ناجي محمد الإمام ينتقد غياب دور للنشر بموريتانيا ويقول إن الشعر يعطى ولا يباع. يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.